احنا خلصنا كده العناوين، فاضل خبر احنا شخصيا عايزين نعرف حقيقته، لانه متعلق بينا، متعلق بينا احنا مين؟ احنا قناة الحياة. امبارح نزل على المواقع الالكترونية خبر بيقول انه في حكم محكمة صدر لصالح الاستاذ علاء الكحكي المسوق الاعلاني الشهير وصاحب شركة ميديا لاين للتسويق الاعلاني اللي كانت متعاقدة مع قناة الحياة لتسويق قنوات الحياة. ثم تغير هذا المسوق الاعلاني وقناة الحياة فسخت التعاقد مع ميديا لاين وتعاقدت مع شركة جديدة هي شركة برومو ميديا دلوقتي اللي بيملكها الاستاذ ايهاب طلعت. فسمعنا ان امبارح في حكم قضائي طلع لصالح علاء الكحكي بتغريم قنوات الحياة 101 مليون جنيه لصالح علاء الكحكي، نظرا للأضرار التي لحقت بعلاء الكحكي وشركته من فسخ قناة الحياة لتعاقدها معه. هل الحكم صحيح؟ ولو مش صحيح ايه سبب اعلانه؟ ولو صحيح كيف سيتم التعامل معه قانونا؟ معي على الهاتف المستشار جميل سعيد المحامي والمستشار القانوني لشركة سيجما. مساء الخير يا سيد مستشار. اهلا مساء النور، ازاي صحه؟ ازاي سعادتك؟ ازاي حضرتك جميل بيه؟ اهلا معالي الباشا. اولا هل هذا الحكم صحيح والخبر حقيقي؟ هو فندم بدايه انا لم اكن محامي هذه الدعوه لانها جرى النضال القانوني في شانها قبل ان اتولى المسؤوليه القانونيه لقناه الحياه ولشركه سيجما. تمام. انما بمراجعه سريعه عندما حاطني الدكتور سيد البدوي بالامر تبين أنه كان هناك مديونية تدين بها الحياة الأستاذ علاء الكحكي. تمام. وكان هو في المقابل أقام دعاوى قضائية، تدخل صدر كان في اتجاه إلى التحكيم، تدخل مجموعة من المبرزين والمحترمين مثل محمد بيل أمين وأشخاص لا يقلون عنه احتراما وثقة وأمانة. طيب. وتوسطوا لحل النزاع اللي تمثل في تنازل الحياة عن دعاوى جنائية أو شيكات كانت حركتها ضد الأستاذ علاء الكحكي. أي. وبالمقابل تنازل هو عن الدعاوى المدنية أو التجارية التي كان قد حركها. تمام. وانتهى أمر التحكيم. ممتاز. فوجئنا بعد ذلك أو فوجئهم لأنني لم أكن طرفا أنه بدأ يتعامل مع حكم التحكيم الذي كان قد صدر والذي كان محلا للتسوية المرضية للطرفين التي تدخل فيها الأفاضل الذين قد يعني دخل. خليني بس أوضح هذا الكلام. حضرتك بتقول وفقا لمتابعتك لسير الأحداث أنه حصلت وساطة وحصل تحكيم وحصل تراضي ما بين الطرفين، ثم فوجئت قناة الحياة بإن الأستاذ علاء حرك دعوة قضائية. بالضبط يا فندم. حرك التحكيم، يعني هو كان اللقاء الذي جرى وتوسط فيه من ذكرتهم. أيه. كان على إثر صدور حكم كمل يا جميل بي معاك، سمعك يا أستاذ جميل. يا أستاذ جميل. طيب واضح انه الخط اتقطع، هنحاول نرجع تاني للاستاذ جميل. هو اللي كان بيقوله الاستاذ جميل ببساطه انه اولا لم يكن محامي شركه سيجما للاعلام او المستشار القانوني شركه سيجما للاعلام في ذلك الوقت، وانه كان في مشاكل ما بين قناه الحياه وما بين الاستاذ علاء الكحكي وشركته ميديا لاين، باعتبار انه انتوا عارفين يعني ايه مسوق اعلاني للقناه، عشان نعرف ان التفاصيل دي ممكن تبقى صعبه على بعض المشاهدين. اي قناه في الدنيا بتتعاقد مع شركه عشان تسوق هذه القناة، وهي اللي بتجيب الإعلانات وبتاخد نسبة، والمفروض إنه المعلنين بيدفعوا فلوس الإعلانات مش للقناة، بيدفعوها للشركة الإعلانية، وبعدين الشركة الإعلانية بتورد الفلوس دي للقناة. فقناة الحياة قالت إنه شركة ميديا لاين الأستاذ علاء الكحكي خدوا فلوس من المعلنين ثم تباطؤوا في توريدها للقناة. فبالتالي قناة الحياة شافت إنه ده مبرر كافي من وجهة نظرها. أنا هنا على فكرة بره القصة خالص، أنا بحكي لكم وقائع. قناة الحياة شافت من وجهة نظرها انه هذا التباطؤ يضر بمصالحها، وان في عدم سيوله في الفلوس، وان في مشاكل في الالتزام بالعقد، ففسخت التعاقد. من ناحيه ثانيه شركه ميديا لاين شافت ان فسخ قناه الحياه للتعاقد ده يضر بمصالحها ويخسرها فلوس كتير، فحصل نزاع. جابوا مجموعه من الوسطاء والاصدقاء والعاملين في مجال الاعلام وقعدوا الطرفين، ووفقا لكلام الاستاذ جميل انا ما كنتش حاضر الفتره دي في قناه الحياه،
وفقا لكلام الاستاذ جميل تراضى الطرفان انه هنا يتنازل عن ايه وهنا يتنازل عن ايه وصفي لبن وكفى الله المؤمنين شر القتال وانتهى الموضوع. ثم فوجئ القائمين على شركه سيجما للاعلام وقناه الحياه انه بعد التراضي وبعد ما خلص الموضوع ان الاستاذ علاء الكحكي حرك دعاوى قضائيه بناء على التحكيم مطالبا فيها بتعويضات عن فسخ التعاقد. مش عارف القصه الحقيقه تمشي ازاي، بس انا رايي في النهايه انه على القائمين في مجال الاعلام في مصر ان يجلسوا وان يتفقوا. مش مبسوط، انا مش مبسوط انه طول الوقت الاعلاميين سواء الاعلاميين المذيعين او سواء اصحاب القنوات يبقى طول الوقت كلامهم في المحاكم وطول الوقت علاقتنا في المحاكم. انا اتمنى ان كله يمشي بالتراضي. امال غرفه صناعه الاعلام بتعمل ايه؟ يعني تبشرنا خيرا ان يبقى في غرفه صناعه الاعلام تحل المشاكل جواها، اما ان تصل المشاكل للمحاكم يبقى في مشكله في غرفه صناعه الاعلام.